السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا مرحبا بكم. بلا ما نساو أحبابنا وخوتنا اللي في الغربة، تحية كبيرة لكم. إذا في هذا الفيديو جينا نحلو ونتكلم على كل كبيرة وصغيرة بخصوص مباراة الجزائر والموزمبيق. نتكلم على مردود اللاعبين، نقيم اللاعبين، نقيم الكوتشينغ، نقيم كل شيء بحول الله تعالى. نوقف على كل كبيرة وصغيرة، لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو يا ريت الجميع يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ليصلكم إخواني كل ما وجديد، وبارك الله فيكم. نبدأ أو ننطلق من آخر فيديو تكلمت عليه، ألا وهو نقاط قوة وضعف المنتخب الموزمبيقي. قلنا أن المنتخب الموزمبيقي صعب أنك تحكم على خطة لعب نتاعو، لذلك شفناهم يعني في الخلف كتلة دفاعية كبيرة، نشوفوا لاعب واحد يعني عليه 4-5 لاعبين، ثم في الهجوم يعني يهاجموا ككل ككتلة واحدة، وهذا ما راح يخلي هفوات دفاعية، وهذا راح نتكلموا عليه واش درنا أخطاء دفاعية في المباراة الأولى. لذلك قلنا أنه أول شيء نقاط قوة المنتخب الموزمبيقي لما ينطلقوا بالكرة والكرات المعاكسة، ليستلزم أن نكونوا دائما يعني ثابتين ونعرفوا واش رانا نديروا في المباراة. يعني كل لاعب لازم ما ينرفزش ويراقب اللعب مليح ويراقب واش كاين موراه مليح. شكلنا المنتخب الموزمبيقي خطوره، ما نكذبوش على روحتينا، لكن الحمد لله كان بدون فعاليه. اول شيء نبدا به حبابنا خوتنا هو تقييم اللاعبين. اللاعبين اليوم انطوني موندريا يثبت وفي كل مره انه احسن حارس حاليا، ولو انه امبولحي يرسل برسائل مشفره، لكن صعب انك في هذا التوقيت انك تكون الحارس الاول مكان موندريا. ذلك موندريا اليوم ساهم في 70% من فوز المنتخب الوطني الجزائري ولله الحمد. لذلك برافو لانطوني موندريا، خصوصا في فتره اللي كنا نعانوا من فراغ، يعني دخلنا مرحله الشك نوعا ما، لان المنتخب الموزمبيقي بدا يهدد يعني بكرات خطيره خصوصا ارتباك دفاعي. لقينا الا موندريا هو اللي كان يعني شيد الكرات، يقطع يعني يصد يصح التعبير كود الكرات، من منحتنا شويه الثقه. نجو على الاظهره يوسف عطال للامانه صراحة، ونعترف بهذا أني كنت مخطئ بخصوص يوسف عطال، لأنه صراحة في كلتا المباراتين كان من بين أحسن العناصر في المنتخب الوطني الجزائري، وما حسيناش أنه عنده نقص في المنافسة. لذلك نطلب إن شاء الله يكمل في هذا المنوال. يعني عطال هجومي دفاعي، قدم كرات، مرر كرات، شكل خطورة، كسب عدة التحامات، ما شاء الله عليه. أما ريان آية نوري أيضا مستوى مقبول إن صح التعبير، يعني فوق المتوسط، مستوى مقبول جدا، لأنه أيضا ساهم دفاعيا وساهم حتى هجوميا وطبق التعليمات حرفيا. نجو الآن إلى عيسى ماندي في الدقائق اللي لعبهم كاد أن يشكل لنا كوارث للأمانة. عيسى ماندي في الدقائق اللي لعبها كاد يشكل لنا كوارث، لأنه في لمستين أو إن صحت في فرصتين يعني سوء رقابة كاد تكلفنا هدف، لولا يعني الحارس موندريا اللي كان دائما ما يصلح هذيك الأخطاء ويزقي على المدافعين. نجو على رامي بن سبعيني، يعني اليوم كان يعني في المستوى نقص من النرفزة نتاعو، لعب يعني دائما كان يتذكر في النصائح نتاع الكوت جمال بالماضي، لذلك شفناه دائما يبعد عن النرفزة ويبعد عن الالتحامات المباشرة، وما يكفش الهضرة مع المهاجمين أو وسط الميدان الهجومي منتخب موزمبيق. البديل طوغاي اليوم عجبنيش صراحة، لأنه شكل لنا خطورة خصوصا في الدقيقة 30 والدقيقة 34، اللي شفنا أنه مهاجم منتخب موزمبيق وحده بدون رقابة، الأولى راحت فوق الإطار والثانية يعني مرت بجانب المرمى. لو كان يعني مهاجم موزمبيق في المستوى العالي يقدر يشكل لنا نقولش أهداف، لكن نقدر نقول أنها خطورة بالغة. اليوم محمد الأمين طوغاي ما عجبنيش على غير العادة، لذلك لازم يراجع حساباته. ندخلوا في وسط الميدان سفيان فيغولي ونبيل بن طالب، أيضا أحسن ما فعل يعني طبقوا النصائح والتعليمات، كانت واضحة أن نبيل بن طالب يغطي على الجهة اليسرى وسفيان فيغولي يغطي على الجهة اليمنى. وسفيان فيغولي أحيانا نشوفه يروح شوية إلى الأمام، لكن على العموم
بقاو متمركزين في وسط ميدان الدفاعي، يعني تقريبا كما قلنا في الفيديو السابق وحللنا أنه منتخب موزمبيق لازم تغلق له الوسط الميدان، ما تخليش الكرات توصل للمهاجمين، لأنه المهاجمين تاعو يعني أولا يهاجموا بكثافة عددية وعندهم السرعة فائقة، وعطال وراين أيت نوري يعني يصعدوا بطريقة يعني مستمرة. لذلك أحسن ما فعل ويعني برافو كلاهما، قدموا مباراة جميلة، خصوصا كنت خايف سفيان فيغولي. على كل حال ندوزوا إلى فارس الشيبي اللي أيضا قدم مباراة كبيرة، سجل هدف، كان يلعب يعني كان يقدم في مردود جيد من خلال الربط ما بين الدفاع والهجوم، الربط ما بين وسط الميدان والهجوم، قدم كرات على الجهة اليمنى، قدم كرات على الجهة اليسرى، سجل هدف. أحسن ما فعل هو يعني أحسن ما فعل نعم هو تسجيل الهدف، يعني لما تسجل هذاك هو الأهم بالنسبة إلي، لكن دائما مع المحافظة على أدوارك الدفاعية والهجومية. ندوزوا إلى رياض محرز. رياض محرز بالنسبة لي هو أضعف لاعب بعد يعني عيسى ماندي هو الأول، ثم يأتي رياض محرز. رياض محرز أضعف لاعب بالنسبة إلي، يعني كان دائما ما يكسر في الهجمات على شكل إبراهيمي، يعني للناس اللي معروفة أن إبراهيمي يولي للوراء، لكن الآن إبراهيمي ما راش نشوفوه يلعب للوراء، نشوفوه يلعب للأمام، لكن الآن رياض محرز نشوفه أنه تكون هجمة جيدة، لكن يعني أعطي له الكرة يعاود يعطي لك الكرة، أعطي له الكرة على الجهة اليمنى يحولها على الجهة اليسرى بدون خطورة، مراوغاته أصبحت غير ناجحة، حتى الكنترول أصبح غير ناجح، وأصبح يكسر الهجمات لأنه كل اللاعبين يلعبوا على جهة رياض محرز، مما يخلي الكرة ما توصلش إلى رأس الحربة والمهاجمين توانا. ندوزوا على قبل ما نروحوا للبدلاء خلينا نتكلم على الأساسيين. إسلام سليماني أحسن، يعني ما نقدرش نقيموه لأنه ما وصلتوش كرات، لكن أحسن ما فعل لأنه إسلام سليماني ما يلعبش كرات صغيرة قصيرة إن صح التعبير، وما ما عندوش السرعة، وهذه المباراة ماشي تعرضيات لأنه مدافعين تاع غين تاع موزمبيق طوال في القامة وما ساعدناش. لذلك لما خرج إسلام سليماني وتخلع مورا، يعني هذه هي أحسن تشكيلة، التشكيلة الأحسن هي أنك تلعب محمد الأمين عمورة ماشي سليماني وماشي بونجه. سليماني مليح في 20 دقيقة ربع ساعة الأخيرة يسجل لك هدف برأسية أو شما يلقط لك، لكن باش تعتمد عليها على السرعة سليماني ما عندوش السرعة. نجوز الآن على الجهة اليمنى أمين قويري. أمين قويري محتاج إلى مباريات كبيرة وكبيرة كثيرة، أقصد أمين قويري مازال ما وجدش معالمه، لكنه في لمسة في اثنين تبين أنه مازال في المستوى العالي، لكن أمين قويري مازال يعني خدمة كبيرة، مازال عامل استقرار بزاف وبزاف بزاف، يعني لا أدري إذا كان هذا هو الوقت المناسب باش تعيط له قبل كأس إفريقيا، لكن على حسب الشوفة لا مباراة الأولى ولا مباراة الثانية ولا مباراة الثالثة أمين قويري أقنع، لكن من لوموش لأنه مازالو جديد وعنده إمكانيات كبيرة كاد أن يسجل هدف، لكن نعطي لكل ذي حق حقه، ما نتكلموش بالعاطفة وما نتكلموش بالأسماء. الآن ندوزوا إلى محمد الأمين عمورة. محمد الأمين عمورة تقريب بالنسبة لي وأحسن عنصر رغم أنه دخل بديل، أحسن عنصر. بوداوي اليوم أيضا كان رائع، قام بأدواره على غير العادة، ما لعبش في الاسترجاع وإنما لعب على شكل صانع ألعاب، لكن هو موش صانع ألعاب، كأنما يسترجع الكرة أو يضغط على الخصم بطريقة متقدمة، يلعب نوعا ما متقدم، يعني مردود اللاعبين هذا هو بصفة عامة. أضعف عنصر بالنسبة لي هو محمد الأمين طوغاي لأنه عنده بزاف دقائق لعب وقام بأخطاء كبيرة. أحسن عنصر بالنسبة لي محمد الأمين عمورة، ثم يأتي فارس شيبي. نجو نتكلموا الآن على الكوتشينج. اليوم كوتشينج تاع جمال بالماضي كان في محله، علاش كان في محله؟ لأنه شاف أنه رياض محرز تقريبا كعفرة، ما احنا نقولوا دودانة، اللعب يمشي مليح لما يوصل لرياض محرز يعاود سويرة ويضيع الكرة ولا يقدم كرات يعني ضيع كرات ولا يعني ما دار والو، يعني شاف أنه الكرة توصل على رياض محرز تتوقف، لذلك نحى رياض محرز وقام يعني بدفع نوعا ما ببوداوي كما يلعب في نيس، تقريبا يمير شوية على الجهة اليمنى، لما يطلع الطال يتحول بوداوي تقريبا إلى وسط الميدان، بالإضافة إلى كان منتخب موزمبيق يعتمد يعني بكثرة على الجهة اليمنى الجهة اليمنى من جهته، يعني على جهة راين أيتنوري، لذلك نحى رياض محرز
بما انه اللاعب ما راهوش اصلا لرياض محرز، وحتى الكرات اللي توصل لمحرز تضيع ولا هو يضيعها، شاف انه 90% من اللاعب راهو كامل على الجهه اليمنى، لذلك انه دخل ادم والناس وحطوا مع تقريبا مع ريان ايت نوري، لانه المنتخب موزمبيق كان بازي على هذيك الجهه. لذلك اليوم كوتشين كان رائع 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 جدا لجمال بالماضي، وبرافو جمال بالماضي. هنا شفنا تكتيك، هنا شفنا خطه، كانما استفدنا من مباراه مصر وليس مباراه الصومال. في مباراه مصر ما لعبناش بهذه الطريقه، يعني اليوم جمال بالماضي كانت عنده قراءه مليحه، عرف وين الخصم يلعب وين الخصم ما يلعب، وين يركز الخصم وين ما يركزش الخصم. على كل حال هذه هي قراءتي هبابنا خاوسنا، مبروك علينا جميعا، وإن شاء الله إلى قادم المباريات. لا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.